نظم مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي تحكيم احتفالا بالذكرى السنوية العاشرة على انطلاقه بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وذلك تزامنا مع احتفال غرفة التجارة الدولية للتحكيم بمرور 100 عام على تأسيسها. دور التحكيم المؤسسي في تفعيل التحكيم محليا ودوليا. بهذا العنوان انطلقت فعاليات مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي تحكيم احتفالا بالذكرى السنوية العاشرة وتزامنا مع مئوية غرفة التجارة الدولية للتحكيم. يسعدنا اليوم بإقامة هذا الاحتفال مع غرفة التجارة الدولية وبالأخص مع محكمة التحكيم التابعة لها، حيث أننا قد وقعنا اتفاقية تعاون بينهم في السابق، واليوم نحن نكون حريصين على تنفيذ هذه الاتفاقية بحذافيرها وعلى أن نطبقها في المستقبل باستدامة وجهود حثيثة بين الطرفين. اليوم نحن اللي يهمنا أن نحن نجمع الأشخاص الذين هم مهتمين بالتحكيم، الأشخاص الذين هم متخصصين في هذا المجال، لأجل أن نكون قاعدة بيانية وأشخاص لهم اهتمام بهذا المجال. تضمن الاحتفال جلسات عدة استعرضت مقارنة بين قواعد مركز الشارقة وقواعد التحكيم الدولي، كما تم استعراض أحكام التحكيم المعجل في قواعد التحكيم الدولي مثل سرعة إجراءات التحكيم وفقا لقواعد مركز الشارقة. التقى اليوم عبارة عن شراكة بيننا وبين غرفة التجارة الدولية. الغرفة الدولية تحتفل اليوم بمرور 100 عام على إقامتها، ويحتفل مركز التحكيم الشارقة بمرور 10 سنوات على إقامته، والتفاعل اللي بيننا يعبر عن مدى التعاون اللي بين المؤسستين، وإحنا اليوم يعني سعداء باستضافتهم في هذا الملتقى، وسعداء أيضا بمرور 10 سنوات على إقامة مركز التحكيم الشارقة. يأتي هذا الاحتفال تأكيداً على حرص المركز منذ انطلاقه على نشر وغرس ثقافة التحكيم السليمة بين القانونيين والمهنيين ورجال الأعمال على كافة الأصعدة المحلية والعالمية، من خلال عقد مجموعة من الورش العملية والتدريبية الخاصة بالنزاعات التجارية. إذن احتفالاً بمرور 10 سنوات على انطلاقها هو مركز الشارقة للتحكيم الدولي تحكيم ينظم جلسة حول دور التحكيم المؤسسي في تفعيل التحكيم محلياً ودولياً. لإخبار الدار هويدا الشرقي الشارقة.